كرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. بوليسيتش، يلعب كرة طويلة، يتقدم بقوة بدنية كبيرة، خسر المواجهة أمام خصم. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، هدف عالمي، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. لم يكن من الممكن إيقافه، أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. لمسة بينية، الكرة ملعوبة إلى رحيم ستيرلينج، ثم الكرة العرضية، تشتيت الكرة، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، وتأكل قوي، عدت الكرة، كايل ووكر، رحيم ستيرلينج، هاري كين، ضغط قوي وينجح في استعادتها، كرة طولية إلى الأمام، تمريرة طويلة إلى الجناح، الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها طويلة، شين لونغ، قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع، كرة طويلة للأمام، يستعيدها جون ستونز، كرة إلى الأمام، يلعب كرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، بعيدة تماما عن المرمى، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. يلعبها لمنطقة الخطر، تمريرة بينية، لا تمريرة بعيدة جدا، بوليسيتش يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، رحيم ستيرلينج، راشفورد، يلعب كرة داخل الصندوق، يبحث عن المهاجم. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل من أجل العودة. الإثارة تتواصل بعودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. إنجلترا يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب.
يستعيد الكرة مرة أخرى، يحاول تمريرها من بين المدافعين. راشفورد، وينجح في استعادة الكرة سريعا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تلعب الكرة إلى الأمام، ستيرلينج أمام فرصة للتسجيل. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة، مجهود فردي مميز وانطلاق رائع جدا بالكرة لكن لم تكتمل هدفه. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب رمية التماس، يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. رحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. الولايات المتحدة يبحث عن حل من دكة البدلاء. تلعب الكرة إلى الأمام، رحيم ستيرلينج يمر ويلعب كرة بينية، ستيرلينج لمسة بينية، كايل ووكر، يلعب كرة على اليسار، شين لونغ، شين لونغ يلعبها على اليمين، راشفورد، هاري كين بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعب كرة بينية، هندرسون، راشفورد، رحيم ستيرلينج، يحاول تمريرها من بين المدافعين، فرصة للتسديد، رائع هذا التصدي، رائع. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذا